أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، وقال الناظم رحمه الله: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلاء، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوء قد حصلا في غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا، إن لم يضاعف ولم يشحر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. قد مر بنا أن فعل المفتوح العين يكون مضارعه مدموم العين في أربعة أحوال. الحالة الأولى إذا كان الفعل مضاعفا متعديا، والحالة الثانية إذا كانت عين الفعل واوا، والحالة الثالثة إذا كان لام الفعل واوا، والحالة الرابعة إذا كان الفعل يدل على غلبة المفاخر، على غلبة المفاخر. فعل مفتوح العين يكون مضارعه مضموم العين في أربعة أحوال: الأولى إذا كان الفعل مضاعفا متعديا، قل عده يعده، وسل الشيء يسله. والحالة الثانية إذا كان عين الفعل واوا، مثل قال يقول، وقام يقوم، وصام يصوم. والحالة الثالثة إذا كان لام الفعل واوا، مثل دعا يدعو، ودنا يدنو، وبدا يبدو. والحالة الرابعة إذا كان الفعل يدل على غلبة المفاخر، ضربني فضربته فأنا أضربه، سابقني فسبقته فأنا أسبقه، وهكذا. والآن يشير المؤلف رحمه الله إلى الحالتين، يعني الحالة الثانية والحالة الثالثة. يشير إلى الحالة الثانية والحالة الثالثة. قال رحمه الله: والمضارع من فعلت إن جعل، والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل. وهذا الحكم قد بذل، يعني هذا الحكم قد أعطي لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. يعني رحمه الله أن مضارع فعل مفتوح تضم عينه لزوما إذا كان الواو عينا، وتضم غالبا إذا كان الواو لاما. الأول نحو باء يبوء، وقال يقول، باء بمعنى رجع، وناء ينوء، ناء معناه نهض. والثالثة نحو بدا يبدو بمعنى ظهر، ودنا يدنو معناه قرب قرب. يعني والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. قال صاحب فتح الأقفال: يعني والفعل المضارع المتصرف من فعل إذا كانت عينه واوا فإنه يكون مضموم العين. الفعل المضارع المتصرف من فعل.
يعني إذا كان ماضيه على وزن فعل، إذا كان ماضيه على وزن فعل فإنه يكون مضموم العين، يعني يكون مضموم العين في المضارع. تقول جال يجول، وقال يقول، وصام يصوم، ورام يروم. وإذا كانت لامه واوا، إذا كانت لامه واوا فإنه يكون مضموم العين. كذلك غزا، مثل غزا يغزو، ودنا يدنو، وربا يربو، ودنا يدنو، دنا يدنو. الفعل المضارع المتصرف من فعل، إذا كانت عينه واوا فإنه يكون مضموم العين في المضارع، وإذا كانت لامه واوا فإنه يكون مضموم العين كذلك. طيب، ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى الحالة الرابعة بقوله وهذا الحكم قد بذل، يعني هذا الحكم قد أعطي. بذل أي قد أعطي لما يدل على فخر، أي قد أعطي هذا الحكم. والحكم هو ضم عين المضارع للفعل الذي يدل على غلبة المفاخر، على غلبة المفاخر. وغلبة المفاخر يعني المغالبة، المغالبة بأن يقصد كل مشارك غلبة صاحبه في الفعل المقصود، غلبة صاحبه في الفعل المقصود. تقول صارعني فأنا أصرعه، أي أغلبه في الصراع، أغلبه في الصراع. وسابقني فأنا أسبقه، يعني أغلبه في السباق. وضاربني فأنا أضربه، أضربه أي أغلبه، أغلبه في الضرب، أغلبه في الضرب. هذا معنى كلامه وهذا الحكم قد بذل، وعن هذا الحكم يعني هذا الحكم قد أعطي لما يدل على فخر، أي لما يدل على غلبة المفاخر. مثل سابقني فسبقته فأنا أسبقه، يعني أنا أغلبه في السباق. نعم، لو لم يكن الفعل للمفاخرة لقال فأنا أسبقه بالكسر، فأنا أسبقه بالكسر. لذلك قال وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر، لما يدل على فخر. طيب، يعني إذن فالفعل الذي يدل على المفاخرة يكون مضموم العين بشرط ألا تكون فيه أسباب كسر عينه. وذلك الشرط هو أولا إذا لم يكن فاؤه واوا، والثاني أو تكون عينه ياء، والثالث أو تكون لامه ياء. إذا لم يكن فاؤه واوا أو تكون عينه ياء أو تكون لامه ياء. فإذا كانت فاؤه واوا فإننا نقول وعدني فوعدته فأنا أعيده، أعيده، أعيده هكذا. وإذا كانت عينه ياء فإننا نقول بايعني فبعته فأنا أبيعه بكسر عينه. وإذا كانت لامه ياء فإننا نقول قالني فأنا أقيله بكسر عينه كذلك. وأشار المؤلف رحمه الله إلى هذا الشرط بقوله وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلاء، وليس له داعي لزوم الكسر نحو قلاء، يعني ألا يكون فيه داعي لزوم العين من كون فائه واوا كوعدا، أو عينه ياء كباعا، أو لامه ياء كقلا. فهذه الثلاثة تمنع من الضم في باب المغالبة. ولذلك تقول واعدني فأنا أعده، وبايعني فأنا أبيعه، وقالاني فأنا أقله إن كانت قلا يائية، إن كانت قلا يائية. نعم، قال رحمه الله
وليس له داعي لزوم انكسار العينه قلاع، يعني تضم عين المضارع الذي يدل على غلبة المفاخر إذا لم يكن في الفعل سبب من أسباب الكسر، إذا لم يكن في الفعل سبب من أسباب الكسر. اشترط له شرطا واحدا وهو ألا تكون فيه أسباب الكسر، ألا تكون فيه أسباب الكسر. قال وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. نعم. قال رحمه الله وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، يعني أن هذا النوع، والنوع هو الذي دل على غلبة المفاخر، إن كان حرف الحلق غير أوله بأن كان عينه أو لامه فمذهب الكسائي رحمه الله فتحه تغليبا لجالب الفتح وهو حرف الحلق على جالب الضم الذي هو بذ الفخر، فتقول على مذهب الكسائي شعرته فأنا أشعره بالفتح وصارعني فأنا أسرعه أشعره وأسرعه، ومذهب الجمهور تقول فأنا أشعره، لا تقول أشعره، أشعره وصارعني فأنا أسرعه، وحمل الجمهور ما جاء على مذهب الكسائي على الشذوذ، على الشذوذ. نعم. نقول الكسائي رحمه الله يشترط شرطا آخر وهو ألا تكون عين الفعل أو لامه من حروف الحلق، فإن كانت عينه أو لامه حرف حلق فإن المضارع يكون بالفتح وإن كان يدل على المفاخرة، وإن كان يدل على المفاخرة. هذا ما ذهب إليه الكسائي رحمه الله. نعم. قال لذلك قال ناظمنا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، يعني قد حصل فتح الفعل المضارع الذي عينه أو لامه حرف حلق في هذا النوع، وهذا النوع الدال للمفاخرة عند الكسائي أو عند الكسائي. نعم. خلاصة هذه الأبيات كما قال صاحب فتح الأقفال أن الفعل المضارع، أن الفعل المضارع الذي يدل على غلبة المفاخر تضم عينه مثل ضربني فضربته فأنا أضربه بضم العين، أضربه بضم العين وهي الراء، سابقني فسبقته فأنا أسبقه بضم العين، أسبقه بضم الباء. واشترط المصنف وعامة العلماء لضم العين شرطا واحدا وهو ألا تكون في الفعل أسباب الكسر، واشترط الكسائي لضم العين شرطين، الأول ألا تكون في الفعل أسباب الكسر، والثاني ألا تكون عين الفعل أو لامه حرف حلق. نعم. فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع معا، ويكون المضارع مفتوح العين قياسا في حالتين، يكون المضارع مفتوح العين قياسا في حالتين، الحالة الأولى إذا كانت عينه حرف حلق تقول سأل يسأل، والحالة الثانية إذا كانت لامه حرف حلق مثل بدأ يبدأ، بدأ يبدأ. إذن الفعل إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق ولم يكن دالا على غلبة المفاخر فإن عين مضارئه تكون مفتوحة مثل ذهب يذهب وذبح يذبح، ولكن هذا مشروط بثلاثة شروط، هذا مشروط بثلاثة شروط، الأول ألا يكون مضاعفا، الثاني ألا يكون مشهورا بالكسر، الثالث ألا يكون مشهورا بالضم. وفي هذه المعاني يقول الناظم رحمه الله في غير هذا الذي
في غير هذا الذي في غير هذا لذي الحلقي فتحا أشع بالاتفاق. يعني رحمه الله افتح عين المضارع باتفاق جميع العلماء إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق ولم يكن دالا على غلبة المفاخر. في غير هذا يشير إلى غلبة المفاخر. قال في غير هذا لذي الحلق فتحا أشع بالاتفاق، أي افتح عين المضارع باتفاق جميع العلماء إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق ولم يكن دالا على غلبة المفاخر. في غير هذا لذي الحلقي فتحا أشع بالاتفاق كآت صيغة من سألا، أي وأما في غير هذا النوع الدال على المغالبة من فعل المفتوح فأشع الفتح لمضارئه قياسا عند وجود حرف الحلق في العين واللام، وذلك باتفاق الجمهور مع الكسائي. ومثل لذلك بالآتي، أي المضارع المصوغ من سأل فتقول سأل يسأل بالفتح، وبدأ الله الخلق يبدأه وبرأه يبرأه بفتح المضارع بفتح المضارع. نعم، مثل كآت صيغة من سأل، يعني كالمضارع المتصرف من سأل تقول سأل يسأل سأل يسأل. وأشار المؤلف رحمه الله إلى الشروط الذي ذكرنا، أشار رحمه الله إلى الشرط الأول بقوله إن لم يضاعف، إن لم يضاعف هذا هو الشرط الأول، ألا يكون مضاعفا، فإن ضعف فهو على قياسه السابق، فهو على قياسه السابق. قوله إن لم يضاعف يعني أن الفعل المضارع الذي عينه أو لامه حرف حلق يكون مفتوح العين بشرط إذا لم يكن مضاعفا، لأنه إذا كان مضاعفا لازما كان مكسور العين، وإذا كان مضاعفا متعديا كان مضموم العين كما سبق. هذا هو الشرط الأول. وأشار رحمه الله إلى الشرط الثاني ولم يشهر بكسرة، أي ألا يشتهر عن العرب بالكسرة، ألا يشتهر عن العرب بالكسر، فإن اشتهر به كسر للشهرة، يقول بغى يبغي وراجع يرجع. ولم يشهر بكسرة يعني إذا لم يكن مشهور بكسرة عن العرب، لأنه إذا كان مشهورا بكسرة يكسر تبعا للعرب. ومثل له المصنف بقوله يبغي، قول بغى يبغي وسغب يسغب وشخر يشخر ورجع يرجع ونزع ينزع. فهذه الأمثلة كلها بكسر العين، وكان من حقها أن تكون مفتوحة لأن عينها أو لامها حرف من حروف الحلق، ولكن الذي منعها من الفتح هو شهرة كسر العين عن العرب، هو شهرة كسر العين عن العرب. وأشار المصنف رحمه الله، أو نقول أشار الناظم رحمه الله، إلى الشرط الثالث بقوله أو ضم، يعني إن لم يكن فعل مشهور بالضم، يعني ألا يشتهر بالضم، فإن اشتهر به ضم للشهرة تقول دخل يدخل ونفخ ينفخ وصرخ يصرخ ونفخ ينفخ وقعد يقعد. والخلاصة كما ذكر صاحب فتح الأقفال قال والخلاصة أن مضارع فعل يكون مفتوح العين في حالتين، الأولى إذا كانت عينه حرف حلق مثل بعث يبعث
ونحر ينحر ونحر ينحر. الثانية إذا كانت لامه حرف حلق مثل نجح ينجح، ولكن هذا بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون مضاعفا، والثاني ألا يكون مشهورا بالكسر، والثالث ألا يكون مشهورا بالضم. ألا يكون مشهورا بالضم. فعل يفعل ويفعل بالوجهين في المضارع. متى يجوز الوجهان؟ نقول يجوز الوجهان في مضارع فعل، الوجهان هما الكسر والضم، إذا توافرت ثلاثة شروط. الشرط الأول إذا لم تكن عين الفعل أو لامه حرف حلق، والشرط الثاني إذا لم يكن الفعل المضارع مشهورا بالكسر والضم، والثالث إذا لم يكن في الفعل أسباب الكسر أو الضم. إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة يجوز أن تكسر المضارع وأن تضمه فتقول جلب يجلب ويجلب أي ساقه، وحلب يحلب ويحلب. نعم، ففي هذين المثالين جاز الوجهان الكسر والضم لأن الشروط الثلاثة توافرت. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داء قد اعتزلا. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. يعني اكسر عين الفعل المضارع. عين المضارع، عين هنا مفعول به منصوب، مفعول مقدم، وفعله اكسر. اكسر في الأمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. عين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والمضارع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يعني فاكسر عين المضارع من فعلت، أي اكسر عين الفعل المضارع المتصرف من فعل، أو اضممها ومثل بقوله كالمبني من عتلا، يعني كالفعل المضارع المتصرف من عتلا. تقول عتله يعتله ويعتله، أي أخذه بعنف. عتله يعتله ويعتله، أي أخذه بعنف. نعم، وكتقول عرش يعرش ويعرش، وتقول أيضا عكف يعكف ويعكف بالوجهين الكسر والضم، لكن هذا مشروط بثلاثة شروط. أشار الناظم إلى الأول بقوله حيث خلا من جالب الفتح، يعني إن لم تكن عين الفعل أو لامه حرف حلق، وهذا هو الشرط الأول. أما إذا كانت عين الفعل أو لامه حرف حلق فإن القياس هو فتح المضارع، مثل ذهب يذهب وذبح يذبح. وأشار الناظم رحمه الله إلى الشرط الثاني والثالث بقوله إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا، يعني اكسر المضارع أو اضممه إذا لم يكن مشهورا بالكسر والضم، وهذا هو الشرط الثاني. فإذا كان الفعل المضارع مشهورا بالكسر فإنه يكسر فقط، ولا يجوز فيه الوجهان ضرب يضرب وغصب يغصب وغلب يغلب. وإذا كان الفعل المضارع مشهورا بالضم
فإنه يضم فقط ولا يجوز فيه الوجهان، مثل نصارى ينصر وكتب يكتب ونبت ينبت، فهذه الأمثلة يجوز فيها الوجهان لأنها اشتهرت بالكسر فقط أو الضم فقط. والشرط الثالث هو إذا لم يكن الفعل المضارع فيه أسباب الكسر أو الضم، فإذا كانت فيه أسباب الكسر فإنه يكسر فقط ولا يجوز فيه الوجهان. وأسباب الكسر أربعة كما رأينا في الدروس السابقة، وهي أولاً إذا كانت فاء الفعل واواً مثل وعد يعد، الثاني إذا كانت عين الفعل ياء مثل باع يبيع، والثالث إذا كانت لام الفعل ياء، والرابع إذا كان الفعل مضاعفاً لازماً مثل حن يحن. ففي هذه الأحوال الأربعة يكون المضارع بالكسر فقط، وإذا كان في الفعل المضارع أسباب الضم فإنه يكون بالضم فقط. وأسباب الضم أربعة كما رأينا في الدروس السابقة، وهي أولاً إذا كان الفعل مضاعفاً متعدياً، الثاني إذا كانت عين الفعل واواً مثل قال يقول، والثالث إذا كانت لام الفعل واواً مثل غزا يغزو دنا يدنو وبدا يبدو، والرابع إذا كان الفعل يدل على غلبة المفاخر. ففي هذه الأحوال الأربعة يكون المضارع بالضم فقط ولا يكون بالوجهين. الخلاصة، قال صاحب فتح الأقفال: الخلاصة أن مضارع فعل يكون مكسور العين ومضمومها مثل عكف يعكف ويعكف، وعرش يعرش ويعرش، ونفث ينفث وينفث، وحشد يحشد ويحشد. ففي هذه الأمثلة وأمثالها يجوز الوجهان الكسر والضم، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول إذا لم تكن عين الفعل أو لامه حرف حلق، الثاني إذا لم يكن المضارع مشعورا بالكسر والضم، والثالث إذا لم يكن في الفعل أسباب الكسر أو الضم. عين المضارع من فعلت حيث خلا، من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاضمم أو اكسر إذا تعين بعدهما لفقد شهرة أو داء قد اعتزلا. يعني إذا خلا مضارع فعل بالفتح من جالب الفتح الذي هو حرف الحلق في اللام أو العين، فأنت مخير في كسر عين مضارعه وضمها إلا إذا تعين أحدهما لشهرة أو داع من الدواعي المتقدمة ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.